مسلسل أمينة حيف الجزء الثاني، ملخص أحداث الحلقة العاشرة اللي بتبدأ بسبيكة كانت قاعدة ومعاها بسبوسة وميمونة اللي بتقول لهم إن أمها جاية، علشان طلال بيقول إن في النهاردة لقاء على الهواء هيطلعوا في التلفزيون وعايزين كلهم يبقوا مع بعض، وكمان سعدية وبنتها بيشبطوا عايزين يروحوا معاهم وبيروحوا بسرعة علشان يجهزوا، وبسبوسة بتقوم تجري علشان تلبس وتتجهز. بالنسبة لعبود قاعد مع أمه، وبيجي بعد كده عبد الله وجايب معاه البشت، وطبعا امه بتقول ان البشت ده خساره في بنت طيبو. بالنسبه لعبود بيبقى عايز يلبس البشت بتاع اخوه وبيقيسه وبيعجبه جدا، واخوه قال له حدهولك تلبسه في فرحك. بسبوسه مع سعد في العربيه رايحين اللقاء، قاعده قدام معاه وعماله بتزن وبتقول له انا عايزه اركب ورا، قال لها انا معززك وحطك هنا جنبي علشان ممكن تولدي في اي لحظه، وعايزه ترجعي ورا ليه؟ قالت له اكيد بياكلوا ورا، قال لها يا ستي مفيش اكل والله، بياكلوا ايه؟ دول قاعدين عادي، لكنهم كانوا نازلين طبل ومشغلين اغاني ومبسوطين جدا، وبتفضل تزن لحد ما بيزهق منها، بينزلها عشان تركب معاهم ورا، بتبقى مستانسه وفرحانه جدا. بالنسبه لطيبه، عزيز بيجي من الشغل وبيقول ان اخته امينه ادت له شغل كده بسيط في المخزن، لكن بترد وبتقول اختك دي اصلا مش بتحب لنا الخير. أمينة مرة واحدة بتيجي، وطيبة طبعا بتغير كلامها وبتقول كلام كويس عليها. أمينة جاية وبتطلب إن هي تاكل عندهم، وبتتكلم مع أخوها وبتتفرج على التلفزيون. بعد كده منشوف قمر وهي بتستقبل العيلة المنكوبة زي ما سموها، كلهم موجودين وعايزين يطلعوا، لكن بتقول إن هما كده كتير، وطلال بيتحير عليها عشان يطلع معاهم، لكن بتقول محدش هيطلع غير بس العيلة المنكوبة، يعني سعد ومراتاته الاثنين، بيجهزوا علشان يبقوا على الهواء. اما بالنسبه للحصه فبتتكلم مع امها، امها بتشتكي وبتقول جايه تاكل عندنا، احنا اصلا ما عندناش اكل. بعد كده بتضرب حصه كالعاده وبتتخانق معاها. قمر طالعه في التلفزيون وبتوري للناس الفيديو بتاع سعد لما اولاده ماتوا، وبتطلب تبرعات للعيله المنكوبه دي، وطبعا كانت امينه وحصه وعزيز بيتفرجوا عليهم في التلفزيون. عيلة تفشل زي ما قالوا عليها. فضحوا سعد على التلفزيون، بسبوسة فضلت تتكلم كتير وتقول ان هي عايزة تقعد قصاد جوزها علشان بتتوحم عليه. سعد بيتكلم عن موضوع اولاده وبيقول ان هما هو ومراته يعني كانوا رايحين المستشفى، كان عندها معاد، لكن حصل اللي حصل والاولاد ماتوا. سبيكة بتكذبه وبتقول ده غلط، انا اللي مش مهتمية باولادي، انا اللي رحت المجمع مع اختي سميه، اهي سميه هناك اهي. وطبعا فضلوا يصوروها من بعيد ويشاوروا لها، وطبعا قمر كانت مش عارفه تعمل ايه مع العيله دي، عيله مفضوحين. سبيكه كمان قالت ان كلام سعد غلط، انا اللي خرجت علشان خاطر اتفسح مع اختي وسبت اولادي وما اهتمتش بيهم. فضلت تعيط. ميمونه كمان عايزه تطلع في التلفزيون وبتشاور كده للقمر عشان عايزه تطلع، وبتطلع في التلفزيون وبتقول للناس السناب بتاعي اهو ضيفوني. طلال كمان بيطلع وبيقول ان عم سعد ما كانش بيحب اولاده ولا بيجيب لهم كاكاو ولا شوكولاته، انا اللي كنت بجيب لهم، وانا عايز بقى 300 دينار بتوعي. وطبعا كل ده كان على الهوا، وقمر مفتشله منهم ومش عارفه تعمل ايه مع العيله دي. امينه صعبان عليها جدا العيله دي رغم ان هم فشلوا المذيع، وطبعا بتبقى زعلانه عليهم وبتقول لاخوها عزيز ان هي بتساعدهم، حاسه كده ان هي عايزه تساعدهم. بنلاقي بعد كده قمر بتتخانق منهم وبتقول لهم انتوا عيلة تفشل، يلا اطلعوا برا من هنا. لكن اول ما بتدخل بتتكلم مع زميلها اللي بيقول لها ان في تبرعات جات خلال ربع ساعة 10,000 دينار. طبعا بتفرح جدا وبتجري على طول علشان تلحقهم قبل ما يمشوا وتعتذر لهم. طبعا بالنسبة لعزيزة جايبة هدية لفوز وبتقولها دي هدية جوازك، وطبعا فوز مستغربة عمايلها دي وتصرفاتها، وكمان لما بيجي بدري بتقول له عيب لما تدخل علينا كده من غير هدية لمراتك فوز. وطبعا بدر كمان مصدوم ومش عايز يتكلم. بتيجي بعد كده قمر وبتصلح الامور وبتتكلم كويس عن العيله وان دمهم خفيف وانهم عيله منكوبه، وبتقول للناس يتبرعوا لهم، وكمان بتعزمهم على العشاء، وطبعا بيبقوا فرحانين جدا، وكل ده عشان تلم تبرعات من وراهم. اما بالنسبه لامينه فبتتكلم في وضع العيله دي، وحاسه كانت مهمومه بسبب جوازها، مامتها بتهزقها كالعاده، وامينه بتستاذن علشان تمشي رغم انها ما اكلتش المحشي اللي طلبته. طيبة بتقول لابنها عزيز تعالى اغسل لي المواعين، بيقول لها اغسل ايه بس؟ قالت له مش عايزه اتصل بفوز علشان تيجي تغسلهم لي، قال لها طب ما تتصلي ولا اقول لك اتجوزيها لي،
جوزيها لي وانا هخليها تخدمك. بتقول انت مش عارفها. قال ازاي يعني جميلة ومحترمة؟ قالت له محترمة ايه؟ دي حاطة عينها على بدر جوز اختك عزيزة. بيتصدم. اما بالنسبة لأمينة فبتقابل سعد وطلال وهي داخلة على البيت، وطبعا كانوا الاتنين قاعدين بيتمرجحوا كده على المرجحة اللي موجودة في الجنينة وبيتكلموا معاها، وطبعا بتقول لهم حلو قوي اسم العيلة المنكوبة دي. لكن سعد بيقول لها الظروف هي اللي خلتنا نبقى كده ونعمل كده، وبيبقى عايز يتكلم معاها، لكن بيبقى طلال موجود وبيغمزه علشان يمشي، لكن مفيش فايدة. فأمينة بتستأذن وبتمشي. بنلاقي بعد كده قمر اللي بتلاقي ان فيه 20,000 دينار اتحطوا كتبرعات للعيلة دي، بتبقى فرحانة طبعا جدا. بيكلمها سعد وبيفضل يتكلم معاها بحنية، وطلال بيشوفه وبيسمعه وبيقول له بتعمل ايه عندك يا خالي؟ قال له خالك مين؟ يعني ولا انا لا خالك ولا عمك اصلا. وبيدخلوا عند العيلة اللي بيلاقيهم كلهم مرميين على الارض، سبيكة فوق وسعدية ورقة في الارض وميمونة كمان فوق، وبيبقوا مش لاقيين مكان يباتوا فيه. وطلال بيقول لسعد خدني انام معاك يا خالي. قال له تنام فين؟ ليه بعد كده بسبوسة واقفة في المطبخ وبتعمل فطار لسعد زي ما بتقول له من عيني وهنايا. بنلاقي بعد كده سعدية بتقول لها لازم تتقلي عليه، ما تتعامليش معاه كده، ما تبقيش خفيفة. قالت لها انت مالك، انت غيرانة مني ليه؟ بتيجي سبيكة وبتشوفها بتعمل الأكل وبتقول أكيد بتعملي الأكل ده علشان تخلي سعد يحبك أكتر مني. بتقول لها هو بيحبني أصلا من غير حاجة، وبيتخانقوا مع بعض. سبيكة بتقول لها أنا ممكن أضربك لكن انت حامل. قالت لها لا اعتبرني مش حامل وتعالي وريني شطارتك. بيفضلوا هما الاتنين نقر وقير مع بعض. بعد كده بسبوسة بتسيب لهم المطبخ وبتروح علشان تصحي جوزها، وبتقول عليهم يا عيلة عرة يا عيلة واطية. بعد كده بتخلص الحلقة، وده كان ملخص الأحداث الحلقة 10 مسلسل أمينة حافي. يا رب الملخص يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.